السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة وهي طريقة عمل وردة من التول او الدانتيل، وهي شكلها جميل وسريعة وسهلة ومش بتاخد وقت. وهي دي الوردة اللي انا استخدمتها في تزيين الفستان الكروشيه مع التول في الفيديو اللي قبل ده. وعايزة اقول انه حلو ان احنا نتعلم اعمال يدوية بسيطة بجانب الكراشيه، مش بس عشان نزين بيها شغلنا، لا اكيد طبعا هتفيدنا في تزيين اغراض تانية كتيرة. عشان كده حبيت ان انا اعمل الوردة في فيديو منفصل عن الكراشيه، عشان اللي مش عايز يتعلم كراشيه وحابب بس ان هو يشوف طريقة الوردة يقدر يتابع معانا الفيديو ده من غير ما يرجع لفيديو الفستان. عشان نعمل الورود هنحتاج اي بواقي قماش تول، او ممكن اورجانزا او شيفون او ممكن دانتيل. انا هنا كان في عندي حاجة سواريه قديمة فقصيت منها الدانتيل واحتفظت بيه، فاحنا ممكن ان احنا نستغل اي قماش موجود عندنا، المهم ان هو يكون شكله حلو وما يكونش بينسل. وهنحتاج كمان اي فصوص عشان نزين بيها الوردة، ممكن فصوص الماز او لولي او حتى زرار، اي حاجة موجودة عندنا. وطبعا لزق او ممكن مسدس شمع او لزق من نوع كويس، ومقص. هنقص قطعة صغيرة من قماش التل ونضمها ونشدها بالشكل ده كده، وبعدين هنسيبها على جنب. وبعدين هنقص قطعة تانية من قماش التل بعرض حوالي 10 سنتي وطول متر، ودي هتعمل معانا وردة متوسطة الحجم. وبعدين بنبدأ ان احنا نلفها على ايدينا بالظبط زي فكرة كرة البونبون اللي شرحتها قبل كده. بنلفها على ايدينا نفس فكرة كرة البونبون بالظبط، وبعدين بنشيلها بالشكل ده كده. وبنربطها من النص. وبعدين بنبدأ نفرغها. ونقص الزيادة. وفي الناحية التانية برضو. بعدين نبتدي ان احنا نشكلها. بعد ما بنساوي اطراف الوردة بالشكل اللي احنا عاوزينه، بنبدأ ان احنا نفرغ البتلات بالشكل ده كده. وفي الاخر خالص بنثبت الفص باللزق.
كده في اقل من دقيقتين بقى عندنا وردة شكلها حلو وسهلة، ونقدر ان احنا نزين بيها اي حاجة احنا عاوزينها. عشان نعمل وردة بحجم اكبر هنقص قطعة قماش، بس هتبقى اعرض شوية بعرض حوالي من 15 لـ20 سنتي تقريبا، وهنكرر فيها نفس الخطوات، هنتنيها بالشكل ده كده وهنلفها على حاجة اعرض شوية. نعمل وردة بلونين مختلفين او باكتر من لون، هنجيب الالوان اللي احنا عايزينها وهنضمها مع بعض بالشكل ده كده، وهنلفها برضو بنفس الطريقة وهنعمل نفس الخطوات كده. احنا شفنا طريقة عمل ورود بسيطة وسريعة من بواقي التل او الدانتيل، وانا هنا الوردة دي زينتها بوردة بسيطة من الكروشيه. وللي بيتابعوني لاول مرة وحابين يعرفوا طريقة الوردة دي هتلاقوا اللينك بتاعها موجود مع المعلومات فوق على الشاشة وكمان تحت الفيديو. ان شاء الله فيديو النهاردة يكون عجبكم، بشكركم جدا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.